السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد من قناة جيم سيجرا. يا جماعة رجعت لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو عبارة عن لعبة جي تي اس سان اندريس لكن ركبت عليها مودات. طبعا يا جماعة هاي المودات مودات واقعية، فحبيت اني اشاركها معكم وتكتبوا رأيكم تحت بالتعليقات. طبعا المودات هي اكم من مود، يعني مش كثار، فاذا ما كنت مشترك اشترك في القناة، لانه جد شكرا على الدعم وبشكركم على الدعم لانه وصلتوني قربت يعني على 200 مشترك. فخلينا هسه نبلش بالفيديو. اذا ما كنت مشترك اشترك وحط لايك للفيديو واكتب كومنت حلو مثلك وشارك قناتي عشان اصحابك انهم يشتركوا ونوصل 500 مشترك قبل رمضان. فهسه خلينا نبدا بالفيديو. يلا بسم الله. طيب يا جماعه، اول مود معانا هو مود واقعي جدا يعني، بس انا ما عجبني الصراحه، لكن هو واقعي. إنه إذا أنت كنت سايق سيارتك وتعديت سرعة 70 أو 75 على ما أعتقد أو 120 ما بعرف، راح تمسكك الشرطة وتحطك بالسجن. طبعا ما بتعرف منين حيطلع لك الشرطي، تمام؟ فخلينا نجرب أول مرة ونشوف إيش اللي راح يصير. راح أسرع، بس خليني أطلع من هون. يلا خليني أسرع نشوف إيش اللي راح يصير. طبعا اوكي، اجتني رسالة انه في شرطة هاي الهجمة وقفت السيارة ما عاد تتحرك. هيو جاني. طبعا من وين بيجيك ما بتعرف، جد ما بتعرف من وين بيجيك. اوكي بعدين هيني ماشي على السيارة. هيني يا معلم شرطي، هيني شي. اوف اوف اوف، وين راح؟ وين راح يا جماعة؟ وين راح هذا؟ طار زي ما شفتوا، هذا اي اول محاولة. فسحب يعني ببالي وراح اسامحهم على المحاولة الاولى، فخلينا نفوت بالمحاولة الثانية. يلا ليتس جو. طيب يا جماعة، جبت سيارة جديدة وراح اجرب المحاولة الثانية، فخليني اجربها. تابع الفيديو. طبعا انا استريت وجتني الرسالة نفس الشيء. اوكي ايش راح يصير؟ يجيني رقيب السيارة او الشرطي. حلو، نفس الشيء، علق بالسيارة. تعال لف لي، انت راح علق من ورا وانت من قدام، شو قصتكو؟ شو سوي طيب؟ انزل يا جماعة، ايش اسوي؟ طيب نزلت، ما في فايدة، فيش فايدة من نلزق بالسيارة. شوف فاضي، شو بدك تسوي على السيارة؟ ابعد عن السيارة، ابعد ابعد ابعد. جاء سيارتي مبسوط. طب خلينا نرجع نركب ونشوف ايش راح يصير. ادعسوا يعني، ادعس. اوكي شو هاي الرسالة؟ بتقول رسالة بعد ما ادعسوا. احا وين رحت؟ اوف دخلوني السجن. شو يا جماعة؟ والله دخلوني السجن. اوب 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 اوب، والله حلو. افتح الباب. اوكي خلاص طلعت هيك، طلعوني خلاص. اوكي هيك خلاص، هذا اول مود معانا. فخلينا هسه ننتقل للمود الثاني واشترك في القناة. يلا روح اشترك، ترى شايفك. ايوه يلا اشترك. طيب يا جماعة رجعتكم، وهذا المود جدا يعني انا اشوفه بالنسبة لي عجبني صراحة، لانه ذكرني بلعبة وحطيت صورتها على الشاشة بالمونتاج. شوفوا ايش راح يصير. راح اقدر اني افتح حقيبة السيارة او الطبون الخلفي بالسيارة. فشوفوا يا جماعة، والله بقدر ارفع وانزله زي ما بدي يعني كيفي. شوفوا شوفوا كيف. ايوه كمان مرة ارفع، شايفين كيف يعني؟ وبهجول، شايفين؟ انا ما اعتقد اسم الله بهجول يا وهجولة، اللي هو بحط لكم صورته بالمونتاج. شايفين؟ بنطلع زي ما بدي وبنزل زي ما بدي، والله حلو. خلينا ناخذ السيارة هاي، تعال كمان منه، تعال تعال يا اخي طول بالك، تعال خلاص راح. مش عاجبه يا شرطي، انتبه شرطي بتدعس ناس يعني مش فاهم. تمام خلنا ناخذ هاي السيارة. لا لا ثواني ثواني، وين ماخذني وين ماخذني؟ اوكي انزل يلا. ايوه خلنا نجرب السيارة. اوف والله حلو، شوفوا شوفوا شوفوا، اطلع وانزل اطلع وانزل. والله في سيارات ترى باللعبة حتكون عليها ترى المود جد خرافي خرافي وحلو. اوكي
والله حلو. انزل اطلع انزل اطلع، ما اعرف زود تاني، بينزل واطلع انزل واطلع، خلاص هننتقل للمود الثاني. فليش بعدك مش مشترك في القناة؟ انزل واشترك، شايفه خلينا نوصل 500 مشترك، يلا ترى قربنا. انتوا كفو، يلا ليتس جو. طيب يا جماعة، صلنا للمود اللي بعده. المود اللي بعده هتكون عبارة عن حادث، أو ما بعرف، حادثة اللي هو واقعي، جد واقعي، يعني راح تلاقيه بتفاصيل واقعية وجميلة بنفس الوقت. فزي ما تشوفوا هذا المكان طبعا قريب على بيت السجن، شايفين؟ شفتوا الحادث؟ طلعوا شوفوا الحادث، يعني جد تفاصيله جدا دقيقة وحلوة، يعني مثل لما تيجي على الشرطيين هذول. أنا أفتح الكاميرا، أحا أحا، طبعا أنا بصورش، أحا شو هذا؟ شو الفلاش هذا؟ أنا بصور، يعني أنا بصورش، أنتوا بتصوروا الفلاش بيجي عندي؟ مش فاهم يعني. المهم طلعوا أشوف الشرطي، يعني قاعد يعالج أو ما بعرف شو بيسوي، أو بأخذ تحليلات، تحقيق تحليلات بجوز بجوز أبصر، والله ما بعرف شو قاعد يسوي. شوف خلنا نفتح السنايبر، طلعوا ما فيش شيء بدي، هذا شو بيعمل؟ شوفوا شوفوا الدم كيف ينزل يعبى الدنيا، وهذا قاعد متكتف فيش شيء. خلينا نروح اللي بعده، هذول قاعدين يصوروا ماسكين الكاميرات بيصوروا، والاف بي اي بيهدي فيهم. والله حلو، يعني شوفوا جدا يعني تفاصيل واقعية. ولا هذا كم واحد رايح ضحية؟ 1000؟ طيب يا جماعة مليون واحد رايح ضحية، شو غاد وهون هذا؟ والمشكلة السيارة فيها شي يعني، وين جوا اللاك؟ هذاك ايش اللي موته؟ فيها شي السيارة حتى العمود، يعني في تفاصيل مش جدا جدا واقعية. شايفين اللي بالسيارة يعني عاملين حادث بدون اشي، مش عارف يعني جد، يعني هذا الحادث لو انه حقيقة واحد طاير اخر الدنيا شوي بفوت ببيت سي جي كان السيارة مطحنة. شوفوا هذا، يعني هذا جاي على اليمين مش عارف شو دخلوا، لكن راح معهم، وهذول كمان بالعين والسيارة بعدها مش واصلت وما بصروا طايرين، بجوز تأثروا يعني من الحادث عن بعد لاسلكي. اوكي شوفوا شوفوا، راجع لهم من بعيد، طلعوا كيف بيصوروا وكيف دقتهم ما شاء الله ما شاء الله. اوكي يعني هاي لو تقعد هيك لبكرة حدا بيعمل اشي؟ لا ما حداش بيعمل اشي. شوف كم شرطي، هذا قاعد يشوف الساعة، شفتوا؟ شوف الساعة، مستعجل 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 اشي اخي، والله مسكر الطريق بسكليت يا حرام. بس والله يعني جد جد والحادث مش كثير واقعي، لكن يلا فننتقل على المود اللي بعده زي ما شفتوا هذا المود. طيب يا جماعة ورجعت لكم بالمود اللي بعده. المود اللي بعده أنا صراحة عجبني، شوف شايفين سي جاي بيقعد بكل أريحية، وين ما راح وين ما أجا بيقدر يجلس أو يقعد عادي، شايفين ده كون غاد تحت فوق بيجلس. شوفوا هبطل يجلس، آه جلس، شايفين؟ الله أخي جد القعدة حلوة، جيب لك فنجان قهوة وفنجان قهوة على الطاولة جاهز، يعني شوفوا حتى على الدرج بقعد بقعد على الهواء، يعني عاد لعبة لعبة مش حقيقة، أيوة لعبة. طلعوا حتى على التخت، لو بدي أنا أقعد على التخت، شوفوا شوفوا لو بدي أقعد على التخت أقعد جنب التخت، إيه أقعد على التخت، يعني بلاش مسخرة، عرفتوا؟ أوكي لهون انتهى الفيديو، وهاي كانت نهاية الفيديو. فيا جماعة بتمنى 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 إذا ما كنت مشترك اشترك في القناة، خلينا نفوت بحملة 500 مشترك قبل رمضان، حط لايك للفيديو، اكتب كومنت حلو مثلك، وليتس جو يا شقراوي.